حياة موجز الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. حذر الأخصائي النفسي محمد السندي اليوم الأحد من تراجع القيم الإنسانية داخل المجتمع والتي أصبحت حسب توصيفه الحاضرة الغائبة، مما خلق نوعا من التفكك المجتمعي، لافتا إلى أن ما تعيشه تونس هو أزمة قيم عالمية. وأضاف محمد السندي الأخصائي النفسي في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن التفكك القيمي في المجتمع ينذر بظهور العديد من الآفات المجتمعية التي باتت تلاحظ أو تلاحظ في الوسط الأسري والوسط المدرسي بصفة خاصة. افتتح اليوم الأحد موسم التشجير بولاية المنستير، والذي يتزامن مع الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للشجرة تحت شعار بغراسة الأشجار نستعيد غاباتنا ونحسن حياتنا، بمشاركة الكشافة التونسية وعدد من رياض الأطفال والمجتمع المدني بالجهة. وأفاد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير محمد بن محمد أنه تمت برمجة تشجير 30 هكتار، منها 10 هكتارات من التشجير الغابي ومثلها من التشجير الرعوي، والبقية غراسات من التين الشوكي خلال الموسم 2022-2023. دعا رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول إلى تأجيل الانتخابات وإلى عقد حوار وطني اقتصادي واجتماعي، محذرا من خطورة مشروع البناء القاعدي ومنبها أصحاب المشروع الرئاسي من تدمير أسس الدولة الوطنية وفق قوله. وقال جلول إن عملية ترذيل الأحزاب والنقابات وإضعافها سيعطي حراكا اجتماعيا منفلت مثل أمريكا اللاتينية، وهو الخطر الداهم بالنسبة للبلاد التونسية. دوليا سيحافظ الديمقراطيون على أغلبيتهم الضيقة في مجلس الشيوخ خلال العامين المقبلين بعد الانتصارات التي حققوها في انتخابات ولايتي نيفادا وأوريزونا، ليصبح عدد الديمقراطيين في المجلس 50 من أصل 100، بينما حصل الجمهوريون على 49 مقعدا، فيما يتبقى مقعد ولاية جورجيا بانتظار جولة الإعادة في السادس من ديسمبر المقبل. كان هذا موجز لأهم الأخبار من إذاعة الحياة فام، لكم أجمل تحيات سهام حمدي في أمان الله. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.